السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بغيت ندير لكم واحد جوج وصفات، وصفات بسيطه وسهله. ندير لكم واحد العصير، انتم كتشوفوا عصير ديال الليمون ولي فريز، كيجي يا سلام. جربوه البنات وردوا عليا الخبار، كيجي تيجي زعما منعش وزوين، وسيرتو دروكا في هاد الطبله ديال الافطار ديالنا تقدموه. فوالا. والطبق الثاني حتى هو اللي ساهل وبسيط، الاكله ديال لومغيت ديال البطاطس اللي درت فيها الخضره، اللي درت فيها البطاطا ودرت فيها الفلفله مطيشه والبصله، حتى هي كتجي يا سلام، تجي بنينه وزوينه. علاش لا ما نبقى نبدلو ديما في الطبله ديال الافطار ديالنا؟ كل نهار اش غادي نديرو؟ ما كتشوفوا كتجي زوينه 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 زوينه. فوالا، ديروا ليها المنسمات اللي بغيتو. انا درت ليها المنسمات اللي عجبوني وداكشي اللي عندي، وهذا صافي البنات. هادشي اللي غادي ندير لكم، هاد جوج وصفات. كنتمنى يعجبوكم البنات، ولا يعجبوكم دائما ان شاء الله. تهلاو فيا في اللايكات ودعموني، واللي بيدخل القناه ديالي يدخل مرحبا به. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع رمضان؟ كنتمنى يا ربي دوزوا بخير وعلى خير. اليوم جديد وواحد الوصفه جديده. البارح باش جيت من المارشي، اسمحوا لي يا رمضان، جيت من اوشون ودرت واحد الجوله وتقديت واحد شويه، وقلت علاش لا ما ندير لكم واحد اون اومليت كدار مع البطاطس. هي سهله وبسيطه كما كنقول ديما، سهله ما كيكون فيها ما كيكون فيها زعما بزاف ديال المقادير. المقادير تيكونوا ديما في جميع البيوت، تيكون فيها غير البطاطس، تيكون فيها البطاطس و تقدروا ديروا بها اللي بغيتوا، غير لاباز ديالها لي بوم دو تيغ. اسمحوا لي، المكون الرئيسي ديالها هي البطاطس، البطاطا، وتقدروا ديروا فيها اي حاجه بغيتوا. انا غادي ندير فيها زعما اللي عندي، كي كنقول لكم ديما كنحط الفريجيدير كندير لي زعما اللي كاين عندي. غندير فيها مطيشه ولا طوماطيش، خوتنا الجزائريات، لي طوماط مطيشه، ندير عليها ندير فيها هاد الفلفله الصفراء، تكون داكشي اللي بقى عندي. وعندي واحد هنا واحد جوج خضرات، هادو فلفله خضراء، تكون عندكم الخضراء الصفراء حمراء اللي عندكم. وبقاو عندي هاد سميتو هاد البصله الخضاريه، انا كتعجبني بزاف البنات، كنديرها في جميع جميع زعما الماكلات ديالي، هي حلوه ولذيذه. وسيختو داك الخبز اللي كدرت لكم ديال ديك الفطيره اللي فيها غير الخبز، سميتو فيها غير زعما، هادي حلوه حلوه يا البنات، والله ما بغيتش عندي طا نهار. كليتو في ساعه، هو حلو فوالا. هادشي غادي ندير فيها، وفي الاخر غادي ندير فيها نهرس فيها الابيض البيض، عفوا البيض. ولا البنات غادي ما تمشيوش بعيد، بقاو معايا. بسم الله نبداو على بركه الله. ما عرفتش ندير بحال داك الخضره، دونك هذا راه كنغطي دونك البارد، ما سخونش بزاف. غادي نقشر البطاطس. البطاطس قشروا كما قلت لكم على حساب افراد العائله ديالكم، كل واحد يدير القياس اللي بغى. بغيت ندير غير واحد شويه، حيت الا درتي على الفلفله والمطيشه وداكشي تكون زعما تكون كبيره، بيت هي تكون غير صغيره. ان بوتيت اومليت، اومليت زعما مع الخضر، علاش لا؟ انا هاد والله هاد زعما فيتو هادي كانت كديرها لي الوالده بشحال في العقل، باقي صغير كتدار. وشوف دروك راه شتها بزاف، تيديروها الناس بزاف، تعرفو الخضر، الخضر فيها منافع كثيره، وسيختو في هاد دروك في هاد الوقت خصنا بزاف ديال الفيتامينات وبزاف ديال فوالا. ما كان ما احسن من الخضره، الخضرة تكون فخيطة تكون زوينة. دوكا البنات راه قرب سميتو 27 ل 27، دوكا الناس كيديرو بزاف الكسكس.
كيجمع هو، الا كان واحد واحد بوحدو ولا جوج ما كيدوزش، داكشي كاع زعما بحال الفيسا بحال السكسو بحال داكشي اللي يكون فيه الجماعه. انا عاوتاني ندردش معاكم بالبنات، انا كنقول لكم ديما ما نبغيكم بزاف سبحان الله، بحال الاصدقاء ديالي العائله ديالي، كنرتاح من جهتكم وكنهضر وكنخرج داكشي اللي في قلبي. واحد خصو يهضر، لا كومينيكاسيون سي تري امبورطون، زعما مهمه في الحياه، واحد بقى يهضر فوالا. لي طومات ماتيشا ولا لي طومات لا وي لي طومات ماتيشا طوماتيش فوالا، يمكن داكشي اللي فيها داكشي، هادي هي كاع اللي كاينه، طوماتيش ماتيشا طومات، مي كاين باللغات اخرى. المهم كما قلت لكم انا ديروا اللي بغيتو في لي طوماط واللي بغيتو في البطاطس، الا بغيتو تكون عندكم ان غون اومليت واحد اومليت كبيره، علاش لا كثروا الخضره. ما فيش غادي ندير ليها غير هكا دوكا، راه هادشي راه عارفه واش ساهل، ولكن كان كما قلت لكم ديما الواحد بقى يوري للمبتدئات، كاين بزاف اللي ما كيعرفوش كما كنقول ديما وانا حيت هادي البيب لا حيدو ليها بيان سور ديما تحيدو ليها هاد لي بيبان هاد الزريعه، وقبل ما ديروها غسلوها مزيان عقموها شويه الخل ولا تغسلو صافي ماشي فوالا. غادي ندير الثانية، راه عندي الفلفلة ولكن قلت مبغيتش نكتر، هادي زوينة حتى هي في علاش لا في بغات الإفطار حتى هي علاش لا، زوينة ما فيها داكشي اللي زوين. راه غادي نعاود ليها يا البنات، وغادي ندير هاد شوية ديال البصل الخضر، يا غير باش يبقى عندي حيت كنديرو بزاف. البارح مشيت لقشو ماشي البارح ربي قلت لكم، حيت انا غير رجعت مع عند اوشو بغيت ندير لكم هادي، مشيت لاوشو قبيله وما نسيتها، جبت ديك البصله الكبيره فيها لي سميتو ديك الكاجيت كبيره، وهادي ما نسيتها ما تعرفو دروك واحد ما خصوش يتلاقى مع الاخر، اوشو كتلاقاي تيقولو زعما كاين بون الناس بلا ما خصكمش تلقاو خص امات خص ايكونت، المهم تيجربوا لي تيجرب زعما كلشي كيجرب كاين شي حاجتو تيجرب. البنات معليش نطول عليكم الفيديو، غادي نغسلها الخضره و فوالا نقي هنا انا نرجع معكم ماشي مش بعيد. البنات دروك غادي تبداو تقشروا هاد البطاطا، البطاطا تقطعوها بالطريقه ديالكم، هي تكون خص تكون زعما دايره تكون رقيقه باش طيب في ساعه، حيت انا غادي نقليها هي الاولى عاد ونحيدها عاد ندير عليها دوك ندير عليها دوك الخضر الاخرين، والخضر الاخرين راه ساهل كيطيبو مطيشة. على فكره جاتني الفكره في الاخر بغيت نزيد ليها البصله، البصله بيضاء ولا الحمراء اللي عندكم، انا كتعجبني البصله حتى هي كتعجبني الثومة، والثومة تيقولو لك محرمة في رمضان، ولكن اللي بيديرها يديرها اللي مبغاش يديرها هذا زعما واحد سميتو. أنا كنبغي البصلة سيغتو هاد الأيامات زعما بحال راه أساسي زوينة، تيقولو لك محرمة ولكن معرفتش المهم. كما قلت لكم تقطعو البطاطس ولا البطاطا شرائح رقيقة وكرر، بغيت نمجد كلشي، ولكن كما قلت لكم انا كنبغي ديما نوري داكشي اللي كندير ولو بسيط، كنقولها استسمح واكرر دائما. كاينين المبتدئات مساكن ما كيعرفوا والو، واحد مسكين كيشوف الفيديو من الوصل الاخر، كاين اللي كيجربوا داكشي، ولكن الا كان الفيديو طويل 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 علاش لا واحد يجرب، ولكن خص يبقى يوري.
ياكل بحال كيقولوا فرج هادو صغاري، شرائح صغيره بحال هكا. كاميرا، المهم غادي نوريكم. حيد هاد لي طوماط ديال سميتو، كتعرفوا كل شيء. الا بغيت تقطعوها على زعما سميتو كل فريه، زعما المهم اش نحط عليكم. غادي نقطعها ونرجع معاكم باش نوريكم البنات البطاطي اللي كيكون قطعتها. هي كتكون على هاد الشرائح، تتكون على هاد الشرائح رقيقه كما كتشوفوا في الفيديو. المهم ديروا كيف بغيتوا، انا غير كندير هاد الطريقه حيت هاد الطريقه غادي تسهل لي زعما الامور. تطيب في ساعه، طيب تو سويت. عندي سميتها، عندي هاد الفيفله حتى هي قطعوها حتى هي شرائح. غنوريكم غير واحد الشويه قطعوها حتى هي شرائح وندي زعما كلشي هادشي يكون صغير على هاد الشكل. فوالا قطعها بحال الشكل تكون صغيرة، وديروا اللي بغيتو، انا ما غاش نكثرها. هاي البنات كتشريوها، هاد الريحة زعما هاد البصلة الخضرية كتعطي الريحة زوينة. البصلة تاهي كتقطعوها شرائح صغيرة شوية بحال هكا. دونك عندنا البصلة سميتو، عندنا البصلة، عندنا الفيفلة، البصلة والفيفلة، عندنا المطيشة، لي طوماط، شنو يقولو ليها؟ لي طوماط، يا هادي مطيشة لي طوماط، حتى هي كتقطعوها شرائح صغيرة. باش غير نوري لكم اش غديروا فيها. كاين اللي كيطيب كلشي هادشي زعما كيدير عليه البيض، ولكن انا غنديروا بطريقه عصريه. زعما تقليو هاد البطاطا عاد ديروا فيها هذاك المسائل حتى هي فوق وبا كتكون بنينه. جربوها يا البنات، و سهله سهله، ماشي واعره. بون غادي نكتفي بهذا القدر. لي طوماط حتى هي اون دي كتكون صغيره، فوالا كلشي هادشي غادي يكون اون دي. غنبداو بسم الله على بركه الله. غادي ندير سميتو، غادي نوري لكم اش غادي ندير ان شاء الله. بسم الله على بركه الله البنات. المقله هي درتها باش تسخن، وغندير فيها واحد شويه الزيت. الزيت ديروا الزيت النباتيه ولا الزيت اللي بغيتو. فورانستو غادي ندير غير الزيت النباتيه، غنتسناها واحد شويه تسخن. طيب غادي ندير عليها هادي نقطعها في الماء. الملحة هي ديما على حسب الذوق ديالكم، غير شويه شويه البزار شويه
بقات تحركوها حتى تبقات تطيب وحيدو، وهذا غنزيد عليها هذيك المسائل الاخرى. بالنسبه دروكا راه البطاطا تطبح شويه باش نخليها تتحرق. بارك عليها رقصتها، بارك عليها طابت مزيان كما كتشوفوا، بغيتها على هذا الشكل. وبعد غنزيد عليها البصله باش حتى هي طيب. نورمالمون البصله هي زوينه ولا طيبه ولا ما طيبهش، هي فيها منافع كثيره. صافي نزيد عليها كاع المسائل الاخرين باش نخليو الطوما يطيبو مزيان. غنزيد عليها الفلفله، هي اللي جات معاها اللي درت فيها الوان صفراء وخضراء. ديروا لي عندكم بغا هادشي يبقى عندي ودرتو. هكا درت البصلة ودرت درت البوابغون درت هنا هاد الفيفلة، وأخيرا ندير مطيشة ولا زيدو ديال الحك، زيدو ديال الحك حتى هي زوينة. معلقة صغيرة ديال الحك. شوفوا الألوان البنات، الألوان جميلة ومنعشة، منافع كثيرة. الشغل بلا اللحم حلو، الريحة كتعطي. صافي غادي تقدروا تزيدوا لها واحد شوية المنسمات، المنسمات اللي بغيتو. باغ اكزومبل انا غادي نزيد عليها التحميرة ولا بابريكا. غادي شوية البزار شوية، تزيدوا القزبر، تزيدوا البنات القزبر. المنسمات اللي بغيتو ماشي زعما. غادي تحركو انوهو، انا غادي تحركو من جديد وتغطيو عليها وتخليوها طيب على خاطرها. عاد غادي نزيد عليها البيض، كتجي زوينه منعشه. يا سلام الريحه ديالها كتعطي. البنات انا هاد غادي راه طاب ليا كما كتشوفوا. صافي ما بيش يطاب بزاف غادي تعجل، دونك انا اكتفي بهذا القدر بحال هادشي. نقصلها فيها واحد شويه وصافي، غادي نبداو ان شاء الله غادي نهرسو البيض. البيض غديرو على داكشي اللي بغيتو بحال هذا. جوج ثلاثة أربعة، نزيد البنات نزيد هادي حيت اخرى خسرت لي المنظر من بون صغار. غادي ديروا واحد شويه الملحه، ديروا على البيض شويه الملحه الا بغيتو. تعجبني انا سميتو. غادي نزيد انا واحد شويه الكيما، كيما الكامون. خليوها هكاك اللي بغيتو. هذا البنات الكامون، ما نقول لكمش البنات الريحه اللي طالعه فيه. يا سلام يا سلام. صافي نخليوه طيب طيب على خاطرو، على خاطرو. غادي نقدم لكم البنات واحد العصير ديال الليمون الفريز. البنات طاب ليا سميتو، الوكله اللي قلت لكم درت لكم، غنقربها لكم واحد شويه باش نوري لكم.
الأكلة هي أكلة شهية، يا سلام جات زوينة البنات، وحق الله واحد الريحة، الريحة تتعطي منها، جربوها ما غاديش ندموا، وكاع المسائل اللي فيها زوينة. ولا عرفت لكم أب، كنتمنى البنات تعجبكم، وغادي ندوز لكم إن شاء الله الطريقة، زعما الوصفة الثانية اللي غادي ندير لكم، غادي لكم واحد العصير ديال الليمون وديال الفريز. مخصنيش نكرر لا ميم شوز حيت عندي البوطة سخونة. المهم اش خصني، خصني بيان سور الليمون، ديرو القياس اللي بغيتو، و لي فخيز، لي فخيز راه شريتهم وقلت حيت هما ميبقاوش، إلا بقاو شوية تيخسرو. بيان سور غندير فيهم السكر و غادي نعصرهم، غادي نحاول ما أمكن معاش باش ما نوصلش العافية، كيما ما عرفتش نقول لكم، حيت أنا مثلا كلشي عندي كلشي مسائل كما أحب. هادي البنات الليمون تغسلوه مزيان، ترقموه، راه فاش جبتو غسلتو كتعرفو بحال هذا. غادي أنا غادي نقطعو على هاد الشرائح، ومع عندي ديك لاباراي، لاباراي كتعصرو هي، مبغيتوش ديرو في الأخرى، أي حاجة عندكم كتعصر ديرو فيها. الليمون كتعرفوا المنافع ديالو، الفيتامين سي، وغني بالفيتامين سي. فوالا حتى هو الريحه ديالو زوينه يا البنات. غتقطعو بهاد الشرائح حتى هو هي، وان شاء الله غادي نبداو. انا خفت مع ان شاء الله غادي نبدا معاكم. هما البنات كتعرفوا القشره ديال الليمون ديما كتكون زوينه في لي كيك، كل في جاتو. كاين اللي كيطيبو يقطعو شرائح ويطيبو في الماء، وعاد كيطحنو، كتكون فيه ديك النسمة ديال الليمون باينة بزاف. المهم غادي نكمل نعصرو ونرجع معاكم البنات. العصير هادشي اللي خرج ليا كما كتشوفوا، على حساب الليمون، كاين الليمون كيعطي داك العصير مزيان للجي، كاين لا. كما قلت لكم انا غادي نزيد ليه لي فخيز، هذا سي مون شوا، من الاختيار ديالي. غادي ندير الفريز ما ديروش، ها هو غادي نديرو. غادي ندير ليه شويه السكر، السكر حتى هو ديما على حساب الذوق. غادي ندير واحد جوج معالق كبار هكا باش نكتر. وغادي نعصرو بسم الله. هذا مع سميتو في الافطار
t'as envie qu'on joue? وإن شاء الله نتلاقاو في التقديم إن شاء الله. البنات غادي نقدم لكم هاد جوج وصفات اللي كملت، انتما كتشوفوا لومليت بالبطاطس كتجي يا سلام، يلا كنجربوها زوينه. فوالا هوب ها هي، وغنقدم لكم هاد جوج العصير اللي درت لكم بالفريز الفريدو بالليمون، حتى هو كيجي منعش يا سلام. تقدروا تزيدوا فيه لي كلاص الا بغيتوا ديروا لي كلاص، ديروا لي كلاص. وكما قلت لكم بيتو صفيوه، حتى هو صفيوه. انا كنفضلوا بهكاطي تنحس باللوغو ديال الفريدو بالليمون. وصافي اش نقول لكم، الى عجبكم ما تنساوش ديروا لي جيم بارطاج بيان سور. اللي عجبته القناه ديالي يدخل ليها مرحبا بكم في قناه كارين نور. كنقول لكم مرافقتكم السلامه، عيد مبارك سعيد. ووصيه غادي نقول لكم، جلسوا في ديوركم، مشيوش بعيد، جلسوا في ديوركم. ولا هذا هو الحل ديالنا، حتى ان شاء الله الحل عندنا الله. ولكم تشين تشين، كنلعب معاكم. واخا البنات غادي نخليكم، غادي نقول لكم انتم في القلب، محبتكم عندي كبيره وكثيره. سلامه البنات. كان هاد الباقه ديال الورد كما كتشوفوا كنهديها لكل متتبعه في القناه ديالي. كنهدي لكم هاد الورد، ما كرهت نعطيكم وحده بوحده، ولكن كنهديها لكم من كل القلب ديالي البنات. انتما كتشوفوا، تشوفوا انتما هنا الورد ما كانش نحيدو، ما كانش فوالا، هو على الطريق.